الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من أشد لحظات الحسرة وأوقات الندامة مشهد من مشاهد يوم القيامة، لما يعلم كل أحد ما له عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذه الآيات تدل على حسرة من كل ظالم، من كل من فرط في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضلته شياطين الإنس والجن، وفارق الصراط المستقيم، فإنه يتحسر ويندم في وقت لا ينفع فيه الندم، أن تقول نفسي يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يندم كل من فرط في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، يندم أشد الندم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص الأبصار يعني تنظر في مكان واحد، بصره ما بيتقلب، مهطعين مسرعين مقنعي رؤوسهم، رأسه مرفوع لفوق، لا يرتد إليهم طرفهم، عينه ما بترمش من شدة الخوف، وأفئدتهم هواء، الأفئدة هواء، بقى القلب فاضي من كثرة ما خفق القلب يضرب من شدة الخوف. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، القلب خفق دقة من الخوف لحد ما طلع عند الحنجرة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين معبورين، لأنه القلب سد الحلق،
ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. قال مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا يعني الذين أشركوا يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. بس دارين نرجع شوية الدنيا تاني. أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. دارين يتبعوا الرسول ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ربنا بين للناس وضرب لهم الأمثال لكن في الدنيا أصروا على اتباع الباطل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون داير فرصة لعلي وهما متأكد ذاته لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أرجعنا فإن عدنا فإنا ظالمون بس ادينا فرصة فإن عدنا أي إلى الشرك والكفر بالله إنا ظالمون قال اخسأوا فيها يعني في جهنم اخسأوا فيها اسكتوا اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون أوقات من الندم والحسرة قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ادعوا ربكم قالوا لخزنة جهنم ادعوا ربكم لأنه هم ما قادرين يدعوا ربهم لأنه في الدنيا هنا ما كانوا بيدعوا ربهم كانوا بيدعوا الأولياء والصالحين والأنداد والشركاء من دون الله عز وجل بيدعوا أصحاب الجباب والأضرحة والقبور من دون الله ما عندهم وش يدعوا ربهم ادعوا ربكم يخفف عنا قالوا يخفف ما قالوا يرفع عنا العذاب لأنه دي مرحلة بعيدة دارين تخفيف بس يخفف يخفف عنا مش طوالي يوما واحد يخفف عنا يوما من العذاب قالوا إنا كل فيها ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات ما جاكم رسول ما وراكم الحق أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أيها المسلم اجعل بينك وبين الله من تقواه ما تتجنب به هذه الحسرة والندامة. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. موت ما في. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها جوا جهنم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الجواب أولم نعمركم ما عشت كثير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أوقات من الحسرة والندم يتجرعون غصص الندم دايرين شنوهم؟ يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وليهم ما أطاعوا الله والرسول؟ السبب شنو؟ قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا الأسياد المخالفون للكتاب والسنة المختلفون مع الكتاب والسنة إنا أطعنا سادتنا. ده السبب. وكبراءنا فأضلونا السبيلا. النبي يقول كلام والسيد يقول كلام. اتبعوا كلام السيد وخلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. في الوقت ذاك بيدعو عليهم وبيلعنوهم مع انه في الدنيا هنا بيدافع عنهم دفاع الموت. ويقاتلوك لو قلت لهم ما تباروا الاسياد وتخلوا سيد الاسياد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلت لهم كده ما بيخلوك. لكن في الوقت ذاك قالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب. يا الله عذبهم مرتين ديل قالوا. آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وفي قراءة لعنا كثيرا. لأنهم هم السبب ضيعونا. ربنا هؤلاء الذين أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها المسلمون، الفرصة أمامنا جميعا أن نصحح المسار وأن نراجع العمل وأن نتلمس الطريق وأن نسلك طريق الهداية. وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وهي طرق الضلالة وأودية الهوى من الطرق والجماعات والأفكار الخربة اللي بيزكي الناس اليوم
وبيتبعوها وفرقوا بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الطرق الضالة التي أضلت المسلمين لا بد من مفارقتها. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال سبحانه: وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يؤمنون. قال سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كيف يجوز لك يا مسلم تفارق درب النبي صلى الله عليه وسلم وتمشي تتبع لك طريقة ضالة؟ نجر زول من راسه، ألف الأذكار بتاعته، واخترع العبادات بتاعته من عنده، ما نزل بها كتاب ولا جاءت بها سنة، أنت تتبعها وداير لك هداية وداير لك جنة عند ربنا سبحانه وتعالى؟ قال تبارك وتعالى في حق من هم أفضل من جميع أولياء هذه الأمة ومن جميع صالحيها، ربنا سبحانه وتعالى قال في حق الرسل: لو إن واحد من الرسل ديل أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجب عليه يتبع محمد عليه الصلاة والسلام وينصر ويمشي وراه. لو جاء موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهما السلام يتبعوا محمد ويمشي وراه، ونجي نحن الليلة نفارق دريب محمد عليه الصلاة والسلام ونباري لنا مجموعة بتاعين ضلال ومنحرفين ضلوا عن سواء السبيل. قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لو جاء موسى بن عمران في هذه الأمة واجب عليه اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف الآن نحن نعمل لنا طرق ونفارق درب النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لو سلك الناس كل طريق واستفتحوا كل باب ما قبلهم الله تعالى إلا أن يأتوا خلف محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا هداية تامة وارحمنا رحمة واسعة. اللهم اجعلنا من حزبه وأنصاره وجنده المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اجعلنا من أنصاره يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.